كانت واحدة من أسباب بروز اسم صدام حسين أو ظهوره؟ صدام حسين في هذه الفترة يعني كان متميز بالحركة بالاستحواذ على المقرات اللي كانت موجودة. من خلونا في مثل في أحد السجون مال بغداد بستاجي ومدري بالأمن العام، شفنا كان هو المرحوم أحمد حسين البكر وصدام حسين بيا معتقل بالتاجي، معتقل التاجي بال 64، بعد ال 64 بعد ما يعني صار 18 20، وبعدين اخ عبد السلام عارف من استقال بوقت احمد حسين البكر، وبعدين هو هاي الفتره الذي عرفنا عليه انه هذا اسمه صدام حسين. يعني ليش هيك كان هو تتذكره بالمعتقل مثلا لربما غير يكون شخص غير معروف مثلا؟ هل يعني هو كان عنده دور بارز او يعني؟ اكيد هو له دور كان كبير في، كان اسمه شائع، شائع انه مو هو بعد 18 20 تقريبا صار شبه انشقاق ما بين تنظيمين للحزب، العراق وسوريا. لا بالعراق، بالعراق التنظيم يعني اخذ ما اخذ على التنظيمات السابقه وعلى الوجود على بعض الشخصيات، والتنظيم اخذ الشخصيات القديمه مثلا احمد حسين البكر صدام حسين. في هذه الفتره يعني كان متميز بالحركه بالاستحواذ على المقرات اللي كانت موجوده، وايضا مقرات شنو؟ مقرات كانت مع الحزب. اي يعني شلون يستحوذ عليها يعني؟ يعني غير يعني يستولي عليه من خلال معرفته انه هذا كان وكر حزبي تابع لهم. جو اخر يعني تشير في ذلك الوقت انه الشخص القوي او الشخص المجابه هو علما صدام من ضربه عبد الوهاب القاسم اذا كان اسمه موجود. وحتى من راحوا لسوريا بعد ما جاء العراق هم كان اسمه موجود يتردد. بس كمواجهه شخصيه مع ما يعني، بس كان الاسم دارج بين المشكله خاصه القريبين من العمل السياسي. فهو طبعا كان وقته شاب وجريء قدر يعني يضعف من الطرف الثاني الذي منهم انشغل باتجاه سياسي ما يتوافق مع منهجيه الحزب في التوجه القومي، اخذوا الجانب اليساري من واحد اخذ الجانب يعني بمفاهيم جديده. بس هاي اللي يسموها اليميني واليساري، يمين يسار فاليمين تقريبا اخذ، فضعف الاخ اخذ طبعا صدام مثل ما قلت هو مجابه، فتقريبا معظم الموجودين كانوا في ذلك الوقت مالوا الى التنظيم الذي امتدادا للتنظيم السابق، وكان على رأس أحمد حسين البكر هو يعني، فهالمجموعة هي التي تقريبا يعني نقدر نقول محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم كانت واحدة من أسباب بروز اسم صدام حسين أو ظهوره. هو أكيد حادث مثل ضربة الزعيم نص الشارع، ولو كان حسب ما معلوم أنه انتباه الحزب حديث يعني مو حزب قديم، فمن صارت الحادث وهو طلع بعدين خارج العراق فبدأ اسمه يتردد يعني بين كان الحزبيين أو السياسيين كان موجود. ومن راح للقاهرة كانت مجموعة هو جزء من عدها صحيح، ويبدو متابعته هو هم جاد يعني يقرأ كثير يسمع كثير. هذا سجن رقم واحد احنا مررونا فد 40 يوم كل يوم مكان يودونه، بعدين طلعونا ماكو كل شيء. بس هو كان غرفه بعيد عننا بس يودوا له كتب ويقرا. شقرا وحده بالغرفه؟ لا كان هو الشيخ لي والعامري حسن العامري. الشيخ لي عبد الكريم الشيخ لي كانوا ثلاثه، وحسن العامري. حسن العامري اللي صار وزير تجارة بعدين. وزير تجارة. فيبدو كانت كل طرف مرة واحدة ومرتين بالقاوية شفتها يعني.